أما أن دم أو مال الكافر حلال إلا بأمن أو أمان. معنى أمن؟ أقول إيمان أو أمان. ما معنى إيمان؟ إذا أسلم الكافر خلاص، كافر أسلم خلاص، أصبح أخا لنا في الدين، دمه حرام وماله حرام، كل شيء حرام، كما هو دمي ودمك ودم كل مسلم، ومالي ومالك ومال كل مسلم. إذن هؤلاء الكفار اليوم هم محاربون، وأنا وأنتم الآن في دولة حربية محاربة للإسلام وللمسلم. Quelqu'un va alors les aborder et leur révéler qui ils sont. Tu es telle personne et voici ton ennemi. Ton identité sera définie dès que tu entreras en lutte contre cet ennemi. الدول الإسلامية في الشرق تقريبا كلها محتلة عسكريا. هذه الشيشان، ولماذا أقول سبتة أمنية؟ إسبانيا، الأندلس، الأندلس بلاد الإسلام محتلة من قبل الإسبان. وبالتالي كل ما يجري من عداء للإسلام والمسلمين من برلمانات أوروبا وغيرها إنما هو من خلفية شعبية. فالشعوب تشارك بالانتخاب، تشارك بالضرائب، تشارك بالصحافة، والصحافة هي السلطة الرابعة في الأمة، في أي أمة. إذن هؤلاء الكفار حربيون، فإذا كانوا حربيين مالهم وأعراضهم وأموالهم ونفوسهم كل ما عندهم حلال للمسلمين. فالمرأة لا تقتل في الجهاد، والطفل لا يقتل، لا يجوز، والراهب في صومعته لا يقتل. فإذا كان الراهب مشاركا في القتال برأي، بمال، بانتخاب، بمساهمة، أي مساهمة لجند الكفار من أجل النيل من المسلمين يسمى محاربا. كذلك الصبي الذي يحمل الرشاش ويقتل المسلمين، نتركه يقتلنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن قتل الأطفال. فإذا ما دام هؤلاء أطفال فليقتلونا لأنهم أطفال. لا يا سيدي، إذا حمل السلاح الطفل من أجل قتل المسلمين يقتل هذا الطفل. لما؟ لأنه لا خيار لنا، إما أن يقتل وإما أن يقتل. وإذا هنا مفسدتان، المفسدة الأولى قتل أبنائي، قتل المسلمين، المفسدة الثانية قتل الصبيان من الكفار. فإذا تعارضت المفسدتان، ما الله في والديهم ولا في والدينا احنا، لماذا يقتل أبناؤنا؟ لماذا لا يقتل أبناؤهم؟ إن كان ولا بد، ما في خيار، إما نحن وإما هو، ما في خيار، فليكونوا. أو لا عندكم فكرة أخرى؟